حبيبتي الوحيدة اللي أنا بعرف أتكلم معاها وأقولها اللي جوايا. اتكلم يا حبيبي وقول كل اللي جواك، فضفض باللي نفسك فيه يا أحمد. رحاب، أنا ما جيتش أقولك الكلام ده عشان أسمع منك اللي أنت بتقولي ده. أمال قلتلي ليه يا أحمد؟ عشان أنت الوحيدة اللي أنا عايزها تبقى عارفة. أنا خايفة يا أحمد، خايفة أوي. هي اللي بتقول الكلام ده؟ ده أنت طول عمرك ضربها طناش، كل حاجة في أولها بتبقى صعبة، بعدين لما بنشوف النتائج بيهون علينا تعبنا ده، بعدين أنت ابتديتي تشوفي النتائج أهو. اسمه الدكتور أحمد، خلاص كلها كام شهر بيتخرج يبقى دكتور. دكتور أحمد، هبتها كريم يا رب. ده أنا طول عمري بقول عليك إن أنت طيب، الصدر الحنين اللي بيطبطب علينا كلنا. انت حاسبنا خلاص، واللي يستاهل حاجه هيشوفها. Thank you.
عارفة يا نصرة، ساعات لما بنحب حد خاف نقول للناس اللي احنا بنحبه. الدنيا بقت وحشة أوي، تحسيها مستكترة تشوف حد فرحان أو مبسوط. ناوي بقى تروق وتصفى كده ابو السيد ولا ايه؟ حلو ابو السيد، من وانت صغير ما قلتليش ايه بتتكسف؟ ده اخوك يا انا عارف ان انا مش الاخ اللي انت تمني ولا الكتف اللي انت ممكن تميل عليه وقت ما تحوز، بس والله العظيم بحبك يا سيد. عايز اتصيد وتشرف بيك يا جدع. عايز اقول للدنيا كلها انا اخو الدكتور احمد جدل ربيت ايدي عشان انت انضف حاجه انا عملتها في حياتي. يوم ما دخلت السجن وانا ما شفتش في وشوش الناس غير كسرة النفس والحزن، كنت فاكر ان ده الحبسة والشقة والليل الطويل اللي ملوش اخر. لكن لما خرجت لقيت القهرة هي مكتفة الخلف، الناس بتطير في الشوارع ماشية مليانة هم ومليانة حزن وزعل. الزعل، زعل اللي قهر ابن أحمد وضيعه، لو لقى حد يفرحه ما كانش راح. كان نفسي يطلع شبهي، قلبه ميت بس ما نفعش. قلبه فضل مليان بالطيبه والحنيه حتى وهو بيموت. قال لي سامحني يا اخويا، قال كان فاكر ان انا زعلان منه، ما يعرفش ان انا لو طول ياخدوا روحي ويسيبوني احضنه مره كمان. انا جيت عليك كتير يا سيد، جيت عليك من يوم برميت على كتافك حمل البيت وانت لسه اخضر، ومره لما خدتك بذنب اخواتك وانت مالكش يد في اي حاجه. لا يا ابو، انت ما جيتش على انت، كان عندك حق. انت سلمتني البيت ده عمار، رجعت لقيت الهدى الطال الكل. ما تسلمش روحك يا ابني، أنا في حبستي كنت مفكرها سهلة، أوصيك وأكد عليك بكلمتين وتبقى جبرت، لكن لما خرجت شفت وحسيت وعرفت اللي أنت كنت فيه. هم جبال محدش طيقه. أنا خلاص، الدنيا دي ما اقدرش اعمل فيها حاجه غير ان اشيل نفسي خلاص. جرى جدل، هما دول الكلمتين اللي ربنا فتح عليك بيهم عشان تقولهم لابنك؟ بدل ما تقول له كفايه وتشمر دراعاتك وتشيل مكانه، قول لعلمك بقى ابنك لسه وراه هم ما يتلم. هم ايه يا سلطان؟ ترسيني على الدور فيه ايه؟ حركه السوق اللي ابنك عامله فيه.
قضية عم سلطان. أبوك لازم يعرف. وبعدين مرضيتي ما أنا صلاح حكى لي على كل حاجة وقال لي أنت طلبت منه إيه عشان يعمله. بصراحة ربنا بقى سيد أنا خايف عليك. وأبوك برضه لازم إيده تبقى في إيدنا عشان نطربقها على دماغ أبوه لو فكروا هو ناحيتك. هما مين دول يا سلطان؟ مين دول؟ ما تشغلش دماغك. هو عم سلطان كان بيحب يهاون. أنا برضه اللي بهاون. طب فهمنا أنت يا سيد. أنا خلاص نفضت إيدي من الليلة دي. الكار والصنف واللي منه. بجد يا سيد؟ بجد؟ سيبني. أنت عارف الليلة دي محدش بيعرف يخلص منها بالسهل. وبنت الشايب زي أبوها يا إما هتخلص عليك يا هترميك في السجن وتموتك بالحياة. كفاية اللي ضيعناه زمان يا سيد. ولا هنعيده تاني؟ السجن أنا كده كده رايح. إيه؟ بلاش عشان أزورها. البضاعة اللي بعتها شندي خبيتها في الملجأ بتاعها. وساعة زمن الحكومة تسيخ موجة الشايب بالأساور الميري. وانت فاكر بقى ان بنت الشايب هتهبط كده؟ سيبها في الله. عارفه ان الكلام مش هيعوض حاجه عن اللي راحت، بس اعمل ايه؟ ما عنديش غيره. وفري ايه؟ ما عادش ليه لزوم. ليه لزوم يا رحيم؟ صدقيني بكرة تتجوزي وتخلفي ويبقى عندك عيال لازم تكلميهم وتفهميهم الدنيا صح زي ما كان نفسي تعملي معايا كده. كان نفسي احس ان انت كبيرة وانك فاهمة عني، بس انت دايما كنتي ساكتة مستسلمة. حتى وانتي بتصلحي اللي بينا بتيجي عليا يا ايه؟ اقسم بالله ما اقصد. انا اسفة. يا ريتك كنتي رجعتيني على الغلط. رجعك؟ رجعك ازاي وانا ما كنتش عارفة ارجع حتى نفسي؟ احمد هو اللي كان بيوقفني ويرجعني لرحاب اللي اعرفها. كنت بشوف الدنيا فاني. مش عارفة هعيش ازاي دلوقتي من غيره. يا ريتني فهمت خوفه عليا صح. كنت بحسدكم انتوا الاتنين. سركم مع بعض. انما انا عمر ما حد بسمعني بقلبه. الكل كان مستنيلي على الخلطة. وانا كنت بعاند مع نفسي حد ما قلبي نشف. كنت بغلط بمزاجي. حتى الاقرب الناس ليا هو انت يا رحيم. خلاص يا ايه الكلام ده ملوش لزوم. انا مسامحه السهوله دي. طب وحقك وأحلامك اللي أنا بوظتهولك؟ أنا راضية. لو ما سمحتش يعني هاخد إيه؟ هستفيد إيه؟ عايزاني أستنى لك الفرصة عشان أرد لك فيها اللي عملتيه فيا يعني يا إيه؟ أنا مش كده ولا عمري هكون كده. الدنيا مش مستاهلة. الدنيا أتفه من كده بكتير. انتي شفتي أحمد راح من وسطنا في يوم وليلة. لو قعدت أقولك حقك عليا
من هنا لنهاية الخلق ما يكفيش يا زين. ليه يا نصر؟ هو كان حصل ايه ده كله؟ حصل كتير والنفس شيالة بالمحبة يا نصر. الحلو اللي بينا اكتر من المر. ما تحقيش نفسك، انا المحقوق. انا اللي فتحت صدر على الدنيا ومشيت في سكة الشر. بس عمرك ما جيت علي منك يا سيد. عشان عمر الاذاني ما كان مني. بس يمكن لو كان في حد فكر فيك ويأذيني. اذيتك كتير وما عملتش حاجة. كنت احن عليا من روحي. كان ممكن تخلص عليا. الا انت يا نصر. احنا طلعنا في الدنيا دي من جدر واحد. الفرحة ما كنتش بحسها غير لما بحكيها لك، والزعلة ما كنتش بتروح مني غير لما بتطبطبي عليا وتقولي لي هون عليك يا سيد. لما امي ماتت جريت عليك وبصيت في وشك، القهرة هديت والقلب ارتاح. وانا اللي كنت فاكرك بتضحك في وشي عشان تقاسيني وتخفف عليا فرقة. يوميا اطمنت على اخواتي وهم في حضنك، عشان كده بعد اللي جرى ما بيننا انا وانتي كنت عارف ان نصر راجع. كفايه بقى يا سيد، يا ريتك ذبحتي وانا كنت عشت ساعه بذنبك. ذنب انا مسامح فيه. حبيبي يا سيد، ولك كانت نصر راحه. كفايه اللي راحوا يا اختي. حبيبي يا اخوي، اقعد يا سيد. اسمع معلم فودة، اوعى تفتكر جوازك من نصرة هيفكرك ان انت بقيت واحد مننا وتاخد العزا بتاعه. نصرة طالب. نصرة طالب يا زي، ريتها هتوصل لها لحد عندها. يا سيد نصرة جدرها في البيت ده لو اتقطعت منه تبل وتموت. ماشي يا معلم فودة، يبقى احنا كده اللي بينا خلص. اللي بينا كتير يا زلمه، هيخلص الكلام. بقي في حياتك ما تزعلش مني يا اختي. أنا عارفة إن لساك شايل. معلش أنا بحوقهالك. ورحمة عيون أحمد بحز عليك دي. يا لهوي يا نصرة، وفي يوم زي ده عايزة ترضيني؟ ده أنا اللي المفروض أجي أراضيكي وأشيل من عليكي كمان. اوعي تقولي كده تاني. يعني انت مزعلانة منه؟ وده سؤال برضك؟ ده انت اختي، ماليش غيرك في الدنيا كلها. انا كنت تايهة من غيرك يا بنت. معرفش يا اختي انا بعمل في نفسي كده ليه؟ ولا بعمل كده ليه في اللي حواليا؟ احمدي ربنا ان انت خلصت منه من غير اي منعت. اهي ايام راحت لحالها وجات الاسود منها. أحمد وجعني، وجعني أوي. جنب النبي إن شاء الله
ادعيله وهايام تصبرنا. يا اختي ربنا بيهون علينا. قولي لي سيد عامل ايه؟ سيد ملوش نصيب كله ترحم مني يا نصر. يعني اختك بور يا اختي ماليش اسمه بزرع من صلب اخوك تطرح في بطن. بس يا اختي بس صلي على النبي محمد. مولاي افضل الصلاه والسلام. اوه سيد عارف اوعي بنتي يكون زعلك ولا حاجه. يا ريته كان قال لي ما تلزمنيش يا ميسا، لكن ده خدني في حضنه قال لي دنيا لو مش منك ما يلزمنيش. قطع قلبي يا اختي، اصف عمره وعمر ابوه في الدنيا كلها. يا اختي ده يا تفضل يا صلاح. سيد هيجي لك حالا. انا غلطت في حياتي كتير وعمري ما حسبت نفسي على غلط ولا كان فارق معايا الا اللي عملته معاك يا رحاب. عمري ما اسامح نفسي عليه. أنا لما جيت لك يا صلاح جيت لك عشان أشكرك. اللي أنت عملته معايا ده خليها ترجع لنا من تاني. أنا لما اخترت اخترت غلط. اخترت اللي مش شبهي. وسبت اللي شبهي. جرحت يا صلاح، ده محتاج وقت طويل قوي عشان يتداوى. ايام، شهور، يمكن سنين. حتى لو سنين هستناك يا بنت الناس. والله ما تلعب باللي بيجيله. مالك؟ العب يا حمامه، انا تعبت، كل ده ظهر، انا مش عارف بنلعب طاوله ولا مكعبات ولا ايه. طب العب يا دوسه كده يبقى العشر راحت. يا ابن الحرام ماشي يا عم، حظك ماشي. بكره بقى تبقى ظبوط قد الدنيا وتعلق الدبور لمؤاخذه تبقى عمه. لا انا عمهم وجدهم وستهم من دلوقتي. وانت صدقت حوار الدبوره والمصلحه دي؟ ده كله هاتش، كله في الهري يعني. ماشي يا جدع انا معاك، بس الظابط برضه قيمه على دماغنا. بس اقولك الامن هم الاصل، هم اللي مدورينها وهم رمانة الميزان. كل الرتب دي والبشوات من غيرنا يتسوحوا. الخريطه هنا. طب كرامه بقى للخريطه، عايزك تحس لاخوك الطيب على مطرح متر في متر. بس في المداري بس كده. غالي والطلب رخيص. هو مش رخيص قوي يعني، هيبقى مهره غالي شويه. ما يغلاش عليك يا بلبل، وبعدين احنا الشغل بينا هيبقى كتير الفتره اللي جايه، فتح نفوخك كده يبقى استبينا. يعني انت معايا يا بلبل؟ ده انت اللي معايا يا حمامه. حبيبي يا بلبل. حبيبي حمامه صاحبي. زمان لما امكم ماتت
احمد اخوكم كان صغير، جه وقف جنبي وقعد يعيط وانا بدفنها وكان عايز ينزل معايا. بس انا ما رضيتش عشان كنت عارف اللي بينزل تحت ما بيطلعش زي ما هو، بيطلع واحد تاني بيسيب حته منه تحت، تخلي الموت يزوره ويصاحبه. مش دي الدنيا اللي اتمنيتها لي، كنت دايما احاول احميه من نفسه ومن الموت، بس هو ضحك عليا، راح للموت برجليه. انا عارف ان كل واحد فيكم فيه اللي مكفيه ومش عايز يسمع حاجه، بس لمتنا النهارده مش عشان اواسيكم عند راح، لمتنا النهارده عشان اسمعكم كلمتين وممكن يبقى اخر كلمتين. خير يا سيد؟ ابوكم زمان كان دايما يقول لي خلي بالك من روحك يا سيد، كان بيخاف دايما انها توزيني على السكه الغلط، السكه اللي تضيعني وتضيعكم مني. وهو حصل، ركبت السكة ودعته مني. ولما كل واحد فيهم كان بيقع كنت هقول لنفسي اقف يا سيد، ارجع وابدأ من جديد، بس الحرام دايما كان ملازمني. وكان سيد بوخارست كان واقف بيني وبين سيد جدل، لحد ما سمعت صوت، لحد ما سمعت صوته آخر مرة في التليفون وهو بيقول لي سامحني يا سيد. حسيت ان لازم اقول لكم كلكم حقكم عليا. احنا خدنا حقنا منك من ياما، لما شفتك يا جدي وكل واحد فينا جاي عليك بيوجعك وانت زي ما انت واقف تستلقى الوجع، مفيش على لسانك غير كلمة واحدة، اخواتي يعملوا اي حاجة وانا راضي. احنا ملناش حق عندك يا سيد، انت يا اخويا اللي ليك حق عندك. نصرة بتتكلم صح يا سيد، مش انت بس اللي غلطت، احنا كلنا غلطنا وانا اولكم. لما صغرت نفسي وحسيت اني ماليش قيمه ومشيت في سكه ما كانتش بتاعتي اصلا، انت ما ضيعتش حد، محدش فينا واقع الا في الحفره اللي عملها لنفسه. ولو رحاب صغرت قدام نفسها فأنا برضو كنت فاكرة نفسي إن أنا كبرت أوي. كبرت لدرجة إن أنا ما بقتش شايفاكم. لحد ما تهت معرفتش أرجع. كلنا غلطنا يا سيد ودوسنا على بعض. إلا أحمد الوحيد اللي غلط في روحه من غير ما يغلط في حد فينا، عمره ما طلب حاجة زيادة عن حقه لحد ما راح. بس علمنا حاجة، خلانا كلنا نقف ونعيد الفيلم من أوله ونتفرج عليه لقطة لقطة.
عشان اللي كسبان يعدي والخسران يعيده تاني. طول عمري بتفرج على الدنيا من بره، ولما افتكرت اني هكسب خسرت في ساعتها، خرجت لا ليا ولا عليا، في مكاني محل اكسر. حتى لو في مكانك الحالي محتاجه اللي يكون جنبك ويراعيك ويخاف عليك. قصدك ايه يا سيد؟ صلاح جالي وطلبك مني. انا مش بقولك كده عشان تفكري ولا تحطي الموضوع في دماغك، انا بقولك كده عشان لو عايزاني فعلا ابقى مطمن عليكي. اقبلي يا رحيم، انا طول الوقت كنت فاكره نفسي ان انا كسبانه، وانا كل يوم بخسر اقرب الناس ليا. انتي لما جيت عليكي، واحمد لما ما حاولتش افهمه، حتى كنت هضيع نفسي كمان عشان خاطر قبالي يا رحيم. خليني احس ولو مره واحده اني كسبانه في حاجه قصاد كل اللي انا خسرته في حياتي. محدش لقى الخساره قدي لما سبت البيت ده وكشفت ظهري. نصرة دي ملهاش اي قيمه من غير اخواتها. لما رجعت هنا واتدفيت بيكم كلكم، انا بقى يا اخويا لا كنت كسبانة وخسرت، ولا خسرانة وكسبت، ولا حتى زي الحياة، لا ليها ولا عليها. أنا ما دخلتش في السكة دي من بابها، أنا ما كنتش بتمنى من الدنيا دي غيرك يا سيد. إن يعني كل واحد فيكم عرف تماما ولا الجدل. أيوة يا أخوي، العلقة كانت بالدم وهرها غالي. عندك حق ابو النصر، انا كده اطمنت عليكم. يعني ايه اطمنت عليك؟ ما انت اخويا في وسطنا وحاسه تملي علينا الدنيا. اجرأ يا سيد، انت اخويا هتفارق. انا فرحان بيكم، كفايه ان انتوا رجعتوا واتلميتوا زي زمان. شكلكم بقى يفرح ويشرح القلب. قصدك ايه يا سيد؟ انت ماشي؟ ايوه رحاب لازم امشي عشان نجمع صوره حلوه زي دي. ما ينفعش ابقى واقف جواها طول ما انت براها. ملهاش عايزه، لازم امشي عشان كلكم تكسبوا. يا نهار اسود، ايه اللي ممكن اكسبه وانت مش موجود؟ احمد اخوكم لما راح ادى لكل واحد فينا فرصه عشان يصلح دنيته، وانا فرصتي ان انا امشي وابعد عنكم. لا يا خي، ما تعملش زي جدي وتسيب جدك. هو حصل ايه وياد؟ جدك فيه ايه؟ جدي جالي وقعد معايا ووصلني عليكي، وقال لي مقولش لحد انه ماشي ومش راجع تاني. هو انت كنت عارف يا سيد ومخبي علينا؟ امال جه ليه؟ خدنا في حضنه ليه؟ عشان ابوك ما بقاش قادر يعيش عيشه غير اللي شافها في السجن، عايز ابقى لوحده. وانت هترتاح لو بعدت عني؟ روح اتفرقنا يا نصر لو بعدت عنكم. موجة خلصت بس اللي وراها مش حلوني، وأول ناس بتقع في رجلين هم انتوا. بقول لك يا أخويا، لو أنت بتحب أخوتك بصحيح خدني معاك. آه أنا مراتك، واللي يجرى عليك يجرى علي، إن شاء الله حتى يموتوني. بس سيبنيش يا سيد. ما تصعبهاش عليا يا ميسا. أنت اللي ما تصعبهاش عليا يا سيد، حرام عليك. أنا ما صدقت إن إحنا اتلمينا.
يعني هي اسمتي على هنا تبقى اليومين دول؟ غصب عني يا ميسا، ورقتك هتجيلك عشان تبتدي حياتك ودنيتك من جديد. عدم دنيتي كلها لو انت مش فيها. ما تقولي حاجه يا نصر. ما عادش في راجل في البيت ده غيرك. شيل يقعد على قد ما تقدر، بس هو الحمل يزيد عليك ياخدك وتقع وتوقع اللي حواليك. بلاش يا اخوي، ما تمشيش والنبي يا سيد. رجع هنضيع يا سيد، ما تسيبناش يا سيد. ابوس ايدك يا سيد، ما تسيبناش. دي حرب يا نصر، ومحدش عارف الضربه جايه منين وازاي. لو وقفت لوحدك هيتكتروا عليك يا اخوي، ولو سبتنا لوحدنا هيخلصوا عليك ويقهروا قلبك. طول عمرك واقف في ظهرنا يا سيد، وبتعمل اي حاجه عشان خاطرنا. طب هنبقى في ظهرك المره دي، بس والنبي بلاش تسيبنا. ما تسيبناش يا خالد، ما تعملش فيها زي ما جدي عمل فيك وشايلك ومشي. انت كبرنا يا سيد. جدي جدله ملوش الا ولاد جدله.
وقتك ساعات من غير سبب تمسك تراب تمسك تراب يبادهب وساعات تعلمك الأدب وانا اللي عليك ديني كاتب اغلب لحد ما يوم انغلب وده لي سبب في الرجوان كاتب